أسئلة وأجوبة تتعلق بالصيام. ما هو الصوم؟ الإنصات عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. ما حكم صيام رمضان؟ حكم واجب. متى فرض الصيام؟ في العام الثاني للهجرة. ما أركان الصيام؟ للصيام ركنان، واحد النية، اثنين الإمساك عن المفطرات. بما يثبت شهر رمضان؟ برؤية الهلال أو إتمام شهر شعبان 30 يوما. ما الأيام التي يحرم فيها الصوم؟ يوم العيد وأيام التشريق ويوم الشك. ما أيام التشريق؟ 3 أيام تلي عيد الضحى. ما التطوع من الصيام؟ صوم غير واجب. ما أفضل صوم في غير رمضان؟ صوم شهر محرم. ما جزاء صوم يوم عرفة؟ تكفير خطاياي بالسنة قبلها والسنة بعدها. ما جزاء صوم يوم عاشوراي؟ تكفير خطاياي بالسنة قبلها. ما أيام البيض؟ 13، 14، 15 من كل شهر. اذكر 5 من آداب الصيام. السحور، تعجيل الفطر، قراءة القرآن، الجد في العبادة، الدعاء عند الإفطار. والسلام عليكم.